هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. تنشكروا رئيس العصبة والمكتب ديالو السي العلاوي والمكتب ديالو اللي استقبلونا والجماعات هما اللي استقبلونا في مدينة مراكش المحطة الثالثة ديال رؤساء العصاب. علاش الأساس في الكرة المغربية هي العصبة الجهوية؟ احنا 13 عصبة جهوية، احنا اللي تنكونوا الأطور، احنا اللي تنكونوا الحكام، احنا اللي تنديروا الفئة البطولات ديال الفئات الصغرى، اللي تنأطروا ونكونوا الفئات الصغرى اللي هما المستقبل ديال الكرة المغربية، اللي تناقشوه اليوم المنهج وكيفاش نحسنوا التكوين وكيفاش نجيبوا موارد وكيفاش الشركات الخاصة خاصهم يستثمروا في استثمار ديال المواطنة باش ينميوا الكرة المغربية. على شيء هي الرياضة الرائدة، الرياضة الأخرى الكاينين ولا هي الرياضة الرائدة في المغرب وفي العالم. تنتمناو بان هاد التوصيات اللي غنوصلوا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزارة الوصية والوزارة الأخرى والشركات الوطنية الخاصة والعامة باش يستثمروا في الرياضة وخاصة في كرة القدم، وغنوجهوا باش يكونوا عندنا المراكز ديال التكوين ديالنا والإدارات ديالنا. هذا هما المطلوبات ديال العصاب الجهوية باش من 50 ولا 10 سنين نشوفوا صورة أخرى لي عبر العالم، نقربوا المستوى الأوروبي والأمريكي اللاتينية باجتهادات من عصاب الجهوية اللي خدامين بجدية وموارد قليلة، ولكن الحمد لله تنخدموا الوطن في هذا القطاع. وتنشكروا الصحافة اللي متبعانا وتتساندنا باش ننميوا هذا القطاع، ونتمنى الخير للجميع وشكرا للسلام. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.